مع بداية موسم قطاف الزيتون بدأ أهالي قرية وادي فوكين بقطف أشجارهم. هذه القرية التي تقع جنوب غرب مدينة بيت لحم لها وضع خاص مثل العديد من القرى التي تحاذي المستوطنات الإسرائيلية، فأهالي تلك المنطقة يعانون دائما من منع الاحتلال لهم الاقتراب من أراضيهم المحاذية لمستوطنة بيتر عيليت والتي أنشئت على أراضي هذه القرية. موجودين في منطقة بالقرب من مستوطنة بيتر عيليت التي تقف على أراضي واد فوكين وحسان ونحلين. هذه المنطقة المهددة اليوم بالمصادرة والتي يهدد الاحتلال بمصادرتها لزيادة مساحة التوسع الاستيطاني الذي يحيط بالقرية من جميع الجهات. جزء من هذه الأراضي قام المزارعين في الفترة الأخيرة بزراعتها بالأشجار، قام الجيش الإسرائيلي باقتلاع هذه الأشجار وطرد المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أرضهم ومنعهم من اقتطاف ثمار الزيتون في هذه المنطقة. تمكن أهالي القرية من الدخول إلى أراضيهم عن طريق مشاركة عدد من أهالي القرية ومجموعة من المتضامنين في الحملة الشعبية لمساندة المزارع الفلسطيني لقطف ثماره في الأراضي المحاذية للمستوطنات، حيث عملوا جميعا على قطف ثمار الزيتون بالرغم من تواجد عدد كبير من جنود الاحتلال حول تلك الأراضي بهدف حماية المستوطنين وعرقلة تحركات المزارعين هناك. كما ترى المزارعون مهددون من قبل المستوطنين والجيش ويحاول أن يمنعهم، عندما نتواجد بأعداد كبيرة نحن نحميهم ونساعدهم على قطف الزيتون ونساعدهم على حماية المحصول ونساعد على إبقاء هذه الأشجار حية، لأنه طالما بقيت هذه الأشجار وبقي المزارعون لن يستطيع الاحتلال أن يصادر أراضينا. أم فراس وهي مالكة لإحدى الأراضي المحاذية للمستوطنة تصف لنا صعوبة وصولها لأرضها والمضايقات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال وخصوصا في هذا الموسم. زي ما أنت شايف كل جمعة بيجوا بيصيروا يضربوا على غاز وضربوا على الشباب، بده يجي يساعد بده يجي يعمل معنا إشي بطردوه، وهي ما عملتهم يعني مش مرتاحين من مرة، فيش ولا واحد بيطلع من أرضه. سنبقى ثابتون بهذه الأرض رغم كل ما تقوم به دولة الاحتلال، كلمات خرجت من أشخاص ظلموا وسرقت أراضيهم ولكنهم صامدون. يبقى صمود أهالي هذه القرية موجود رغم كل المحاولات للسيطرة عليها وضمها للمستوطنات الإسرائيلية، حيث يتواجد أهالي هذه القرية ومجموعة من المتضامنين في الحملة الشعبية لمساندة المزارع الفلسطيني بقطف ثماره ليوصل رسالة لكل العالم بأنهم أصحاب الحق بهذه الأرض. من قرية وادي فوكين غرب بيت لحم، علي الجعبي لتلفزيون وطن.